عم بتكون جاهز لخطوة تانية، خطوة جديدة بحياتك، مرحلة تانية، ممكن من تطوير مهاراتك لشيء معين، تقدم بشغلك، عم بتورجي إنجازاتك، عم بتكون جاهز لتحدي جديد ممكن لتثبت حالك. هذا الشخص ممكن يعني للبعض صديق أو علاقة صداقة جديدة مفيدة لإلك. يعني طبعا هذا الكلام للبعض إذا كان موضوع الإشي الجديد أو إنك عم بتورجي شغلك أو عم تظهر إنجازاتك مش منطقي بالنسبة لكم، بالذات اللي ما بيشتغلوا، فممكن يكون هذا الشخص صديق بحياتك عم بفيدك بخبر أو معلومة مهمة بالنسبة لك أو عم بيساعدك. كأنك عم تنتقل من حالة الارتباك والبطء في نمط حياتك لحالة انشغال. يعني في عندي هون كروت الأبراج الترابية، كروت العمل، عم تنتقل ممكن من حالة الكسل لحالة الحماس. في إشارة إنك رح تحصل على إشي كان بدك إياه ببداية الشهر، على الأغلب إشي مادي أو عملي، ممكن لدعم، لمساعدة، لأموال، مساعدة من أحد الأشخاص ممكن، أو ممكن تكون مستقل بعملك، تفتح مشروعك الخاص ممكن، أو تبدأ بداية عملية جديدة. في ناس بتخاف، بتكون خايفة، عم بتحس حالك هيك، ممكن البعض يكون عنده أرق، قلق، حزن، بدك أجوبة لأسئلة، محتار. كمان بشير هذا الكرت بشير ممكن للبعض لنسبة قليلة لمشاكل صحية، الأرق واحدة من المشاكل الصحية، أو الصداع، يعني إشي بسبب نفسية، مشاكل صحية بسبب تعب نفسي، فبدكم تديروا بالكم، بدكم ما تكونوا حساسين زيادة عن اللزوم. يعني أنت عم بتحس هيك على الرغم من إنك الشخص اللي هون المستقر الذكي اللي عنده قدرة وطموح عالية، بس هون المشكلة بهذا الكرت زي ما حكيت، بمشاعرك الحساسية الزيادة، مرات بتعلق عند هذا الشيء مع انه انتهى وخلص. بس معقول عند البعض منكم عم بحس انه ممكن يكون هذا الشخص بالعمل او بعلاقة عاطفية او بحياتك الاجتماعية شخص عم بيستغلك، مركز عليك، يعني في علاقة قاسية بينك وبينه، ممكن يكون أحد أفراد العيلة، شخص أكبر منك بالسن ممكن، يعني خلافه معك بخصوص إنه عم بيتحكم فيك أحيانا، البعض ممكن بخصوص وجهة نظر أو رأي بشيء بعني لك أنت، بخصك أنت، يعني هو بيعتبرك الشخص اللي مش واضح هون، بده يعرف سرك أحيانا، بده يسيطر عليك أكتر. بس انت بدك تمشي ورا حدسك، بس انت شوي شوي يعني وضعك نفسيا ومعنويا، يعني هون التحسن المادي، وهون معنويا عم بتكون أفضل، عم بيكون عندك ذكاء، عم يعني عم تملك العلاقات، التقدير، الذكاء، المادة، أو بمعنى أدق يعني إذا بدي أختصر مش ناقصك إشي. هذا الكرت ممكن يظهر إنك عم تتعامل مع شخص من برج الحوت، كمان هذا كرت برج الحوت، أو أي شخص من برج مائي، أمين على سرك ممكن، ما بعرف قديش منطقي هذا الكلام بالنسبة للبعض. هذا كرت الأبراج الهوائية عندي هون، إذا عم تتعامل مع جوزاء أو دلو أو ميزان، كمان طاقة الأبراج كلها موجودة. على كل حال الأبراج احتمالات، بس بحب أذكر شو طاقة الأبراج الموجودة عشان إذا بتحبوا تطابقوا بالنسبة للي بيصير معكم. هلأ ممكن تكون عم بتفكر بسفر، البعض إذا مش منطقي إنه يسافر فبيكون أخذ قرار بانتظار نتيجة، يعني أنت هون عم تستنى، عم تستنى نتيجة إشي معين، عم تنتظر احتمال، عم تنتظر
زي ما حكيت سفر. احتمال كمان يكون تفسيره انك عم بتقوي حالك بالأمور الروحانية. فالنصيحة هون انه كمان بدك، لأنه في الشخص اللي طاقته سلبية هون، فنصيحة انك حاول تعمل بس ما تحكي، يعني مش شرط تحكي عن كل اشي بتعمله، حاول تكون كتوم. هذا الشخص اللي هون بالعادة كتوم، الهاي بريست شخص كتوم، بيحفظ الأسرار وبعرف الأسرار. فحاول ما تحكي عن الأشياء اللي بتعملها قبل ما تصير، يعني إذا عندك هدف معين حاول ما تحكي عنه، أو تحكي شو عم تعمل أو شو عم تشتغل قبل ما تاخذ جواب بالنسبة له. فخليني أنتقل للقراءة العاطفية بالنسبة لبرج الجدي. على كل، بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه هون، عم بيشير إنه عايش بحاله، عنده جو الخاص، عنده حياته الخاصة، عم بيشوف حياته زي ما هو بده، مش عم بيعيرك اهتمام، عم بتحسه غامض أحياناً. ممكن تكونوا بعاد عن بعض بالمسافة، ممكن ببلدين مختلفين، ممكن منفصلين وبنفس البلد، ممكن منفصلين وبنفس البيت، بس في بعد بالتواصل. حتى للمتزوجين زي ما حكيت ممكن أحيانا انفصال بس بنفس البيت، يعني أحيانا الأمور ممكن ترجع لطبيعتها، بس زي ما بشير هذا الكرت عندي هون، في شيء محير مخبى، عم بتحاول تكتشف شو بعقل هذا الشخص، بس بتحس انه في غموض، في اشي ما عم بحكي لك اياه، في اشي ما عم تعرفه، مش عم بيكون واضح معك. معقول البعض يفكر بخيانة عند هذا الشخص، معقول في يكون شخص تاني او اشخاص، لانه هون يعني مش ثابت هذا الشخص، هون كمان مش ثابت، عم بتطلع على خيارات تانية بحياته، يعني ما في اشي واحد، ما عم بتشير كروتو، ما عم بتشير لإلك انت تحديدا، عم بتشير لأشخاص بحياته، أشخاص بعاطفته، أشخاص بعقله، أو إذا مش منطقي هذا الاشي بالنسبة للبعض فممكن تكون انت زي ما حكيت، أو بس التركيز أبدا هون مش عليك. لو كنت عم بتعيش معه، لو كان في تواصل بينكم، هذا الشخص مش واضح أبدا معك. هلأ حسب كروتك هون كمان، إذا بدي أحكي عن موضوع أشخاص تانيين، عم بتحس حالك مخدوع أو حاسس إنه هذا الشخص استغلك، أو ممكن عم بتحس إنك ضيعت وقت بالعلاقة. بتصور في منكم كتير تعبان نفسيا وقلقان يعني متوتر، أو يعني ظهر بالقراءة العامة وهلأ ظهر. فزي ما حكيت السيوف بتشير للأفكار والقلق، وكمان هي طاقة الأبراج الهوائية، الجوزاء، الميزان والدلو، وكأنه هذا الشخص تاركك بنص الطريق هون. العلاقة بتحسها انتهت وما انتهت برغم سلبية أفكارك تجاهه، زي ما بالكرت هاد، بس أحيانا ممكن عم تتذكر وتتخيل قديش كان ممكن تكون العلاقة حلوة لو كملت. بس أنت حاليا هذا الشخص اللي هون بهذا الكرت، أظن هذا الكرت طلع كمان بالقراءة العاطفية لبرج القوس، فما بعرف إذا كنت عم تتعامل مع برج القوس، لأنه هذا الكرت بيشير للأبراج النارية كمان. بس بكل الأحوال هذا أنت بالقراءة هون، يعني أنت مش حتخرب حياتك بدونه، ما عدت محتاجة أو ما عدت عاطفي أو قلقان أو حزين زي الشخص، لو كان هذا الإشي موجود بس بصورة أخف، لأنك عم ترجع تستعيد ثقتك بحالك، عم ترجع ملك نفسك، وكأنك مش محتاجه بحياتك.
عم تستوعب وتوصل لنتيجة، تستنتج إنه أنت أفضل بدونه ممكن. واحتمال البعض علاقته ببرج ناري، علاقة جديدة عنده ببرج ناري، أسد قوس أو حمل، تكون خلته بالطريقة هاي، يحس بالطريقة هاي. احتمال، فما بعرف قديش هذا الحكي مطابق بالنسبة لكم. إذا بدي أجي لطاقة الأبراج الموجودة، هذا كرت برج الحوت والسرطان والعقرب، ممكن يشير لو حدا من الأبراج المائية، أبراج نارية، وهون الأبراج الهوائية احتمال تكون عم تتعامل مع برج ترابي زيك. على كل، زي ما حكيت، احتمالية الأبراج مش يعني متفاوتة، بس بحب أذكر شو طاقة الأبراج الموجودة. هلأ بالنسبة للكروت اللي هون، عندك يعني عندك حب بالنسبة لهذا الشخص، في شخص صادق، في شخص بحب، وفي شخص بلف وبدور، أو يعني في بحياته حدا تاني رايح لإشي تاني. يعني الومن كارد هون مش عم بشير لسيدة بقدر ما بشير، يعني هون بالنسبة لهاي الكروت بيعطيك صفات السيدة اللي عم بتروح، بتشوف أكتر من خيار، بتشوف حياتها، مش اللعوب زي ما بيحكوا، يعني اللي مش ثابت على إشي، الشخص اللي مش ثابت على إشي، هذا الكرت اللي بشير له. يعني في شخص بحب، شخص صادق من قلبه، وشخص رايح على أشياء تانية، يشوف علاقات تانية، ممكن يشوف حياته، يشوف مش مهتم. بالنسبة لهذا الكرت هون عم يعطيني أحيانا نسبة حظوظ بالنسبة للبعض، إذا بدك ترجع بعلاقة مع هذا الشخص. فممكن البعض يكون في عنده فرصة تانية مع هذا الشخص، بس زي ما حكيت، يعني في عندي شخص هون مهتم بحاله وبشؤونه وبحياته، وشخص عم بفكر وقلقان وحزين، ويعني في حب عند طرف أكتر من الثاني احتمال عند البعض. أنا حكيت إنه هاي قراءة عامة ومش شرط ينطبق على الكل، وممكن زي ما حكيت هون يكون برج الجدي والعكس صحيح. هاي الكرت عم بشير إنك حاول تكون إيجابي بالنسبة لحب حياتك أو حياتك العاطفية، فكر بإيجابية، خلي عندك إيمان أكتر وإيجابية بالتفكير، لأنها رح تجلب لك الرومانسية بحياتك أو بعلاقتك العاطفية. بتصور هذا الإشي منطقي بالنسبة للأشخاص اللي عم بيفكروا هيك. حتى لو تركت هاي العلاقة، ممكن البعض يئس من الحب، أو طلع يعني بحالة صدمة، ما بده حب جديد أو علاقة جديدة. فهون النصيحة إنه ما في داعي تسكر البواب وتعيش بالقلق والتفكير اللي هون. اتعرف على ناس وكون إيجابي وحب الحياة وفكر بإيجابية وآمن بالحب وبالحياة الرومانسية، ورح تحصل عليها. يعني بتصور هون الكرت واضح، انه اسأل الأصدقاء انهم يساعدوك، تقبل الدعم من الآخرين او اسأل دعم الآخرين. اذا بتحس حالك وحيد وعازل حالك طبعا عن الناس، حاول تكون بين مجموعات، حاول تنشط حياتك الاجتماعية، تطلع مع اصحابك، تطلع من هذا الجو اللي هون، لأنه طول ما أنت بهذا الجو، حتى لو حاولت تكون إيجابي، بس وجودك بين أشخاص بيحبوك، بين أصدقائك، رح يساعدك أكتر. ممكن من خلال الأصدقاء تتعرف على حب جديد كمان، من خلال طلعاتك معهم، اجتماعاتك معهم، مناسبات الاجتماعية، ممكن هذا الإشي يقدم لك الدعم. أكيد رح